طيب اليوم محاضرة حاول رح نحاول ناخذ يعني شغلتين، نحاول ناخذ الإصابات ونحاول إن نخلص مادة اللي هي النشاط الرياضي. الصوت مش مسموع؟ لا يا جماعة، سامعيني ولا لا؟ مسموع. سامعيني؟ وأنا عندي واضح. طيب ماشي، إذا في مشكلة عندك تكون شخصية. إذا اليوم بدنا ناخذ شغلتين، راح ناخذ الإصابات وراح ناخذ نحاول ناخذ اللي هي أمراض العصر مشان نخلص محاضرتين، المحاضرة اللي راحت علينا السابقة. إحنا اتفقنا إن اللاعب حتى لو قام بعملية الإحماء، الإصابات لا يمكن إن نقدر نمنحها. يعني الإصابات في الرياضة موجودة، يعني اللاعب مهما ارتفع مستواه مهما قل مستواه راح إيش؟ راح يصير في عنا إصابات. هذه الإصابات ناتجة أحياناً عن كل التدريب، عن ارتفاع في الشدة، عن يعني في عنا أشياء مختلفة راح نتطرق لها حالياً، وفي عنا مجموعة من الإصابات اللي بتصيب اللاعبين. قد تكون إصابة في العضلات، قد تكون إصابة في المفاصل، قد تكون إصابة في العضلة في العظام، وقد تكون إصابات يعني متعددة. إحنا في هذا الدرس راح نركز على إيش؟ على إصابات اللي بتصيب العضلات. ليش بدنا نركز على إصابات العضلات؟ لأن العضلات هي الرافعة اللي إحنا بنستخدمها، هي الآلة اللي بتشغلنا جسمنا. فما بنقدر نتحرك احنا من مكان لاخر، ولا بنقدر نكون في اي شيء الا باستخدام ايش؟ العضلات. فالعضلات هي اساس الحركه عندنا، عشان هي معرضه للاصابه باستمرار. فالعضله اللي عضله الانسان معرضه للاصابه مش لانها مش قويه، لانها هي الرافعه، هي الاله، هي المحرك تبعنا اللي بنستخدمه باستمرار. فالعضله دائمه الانقباض، دائمه الانقباض باستمرار، ترتخي تشد، حتى البني ادم يظل حتى وانت واقف ما بتكونش في اي جهد، العضله ايضا بتكون بعمليه الانقباض. فالعضله دائمه العمل من بدايه التمرين او من بدايه انك تصحى من النوم لحتى تخلص نهارك كامل. فالاصابه موجوده دائما، وما بنقدر نلغي الاصابه مهما عملنا كمدربين ومهما حاولنا ان نقلل من فرص الاصابه. ممكن تقلل، ممكن، لكن مش ممكن انك انت تلغي الاصابه كليا. طيب شو انواع الاصابات اللي بتصيب العضلات؟ في عندنا مجموعه من الانواع الاصابات اللي بتصيب العضلات. في عندنا الشد العضلي، في التمزق، وفي ايش اسمه التعب العضلي. ايش اسمه التعب العضلي؟ مع ان انا ما بعتبره اصابه، يعني ان البني ادم صار تعب عضلي مش معناه انه صار عنده اصابه. التعب العضلي اي بني ادم نتيجه مجهودات معينه ممكن يصيبه تعب عضلي. لكن الاصابات الثانيه واللي هي حقيقيه اللي هي اصابه الشد العضلي، وهذا الشد العضلي اصلا موجوده مش فقط عند الرياضيين، احنا احيانا بتصيبنا واحنا نايمين واحنا قاعدين في اي وقت ممكن ان بني ادم يصيب الاصابه. واكثر العضلات المعرضه للاصابه اللي هي العضله التوأميه اللي موجوده عظمه الساق. فالعظام الموجوده عندنا اللي ممكن العضلات اللي ممكن تصيبها شد هي اكثر العضلات اللي بنستخدمها. شو يعني شد في اللغه؟ لما نقول شد معناها سحب، جر، جذب شيء لعند معين. اما بالمفهوم الاصطلاحي في الرياضه فاحنا بنكون على الشد العضلي لما يصير في عندنا انقباض زائد عن الحد العضلي سواء طولي او مركزي. قد يكون الانقباض بشكل طولي بحيث ان العضله بتبعد عن مركزها، وقد يكون الانقباض مركزي بحيث ان العضله بتروح لجهه المنشأ. فالانقباض هو عبارة عن حدوث، فالشد هو عبارة عن حدوث انقباض، يعني العضلة سواء العضلة أي عضلة، لو كنا العضلة الموجودة هون عضلة الترايسبس، فهذه العضلة لما يصيبها شد راح تلاقيها تتجمع في هذا في هذه المنطقة. فالشد العضلي أسبابه في له أسباب متعددة. إن أنت تدربت لفترة طويلة ولعبت جهد عالي جدا لفترة طويلة اكيد هذا الشيء راح يسبب شد عضلي. فبتلاقينا لما نسوي مجهودات عاليه نوقف فتره طويله خلال النهار راح نلاقي حالنا في الليل واحنا نايمين او واحنا اثناء التمرين راح يصيبنا شد عضلي.
إذا أول سبب هو نتيجة الإرهاق، نقص السوائل في الجسم. نعرف إحنا أن كمية السوائل في الجسم مش لازم تنقص عن الحد الطبيعي، لأن جسم الإنسان سواء الدم سواء المفاصل سواء العضلات جميع تركيبة البني آدم هي من السوائل. فوجود السوائل مهم جدا. والخطأ اللي بيرتكبوه الناس لما يقول لك لا مش لازم تشرب سوائل أثناء التمرين، لا أنت لازم تشرب سوائل أثناء التمرين وقبل التمرين. وحتى في البطولات اللي تلاحظوا في البطولات العالمية أو في المباريات أصبح فينا في كرة القدم في من ضمن القانون تحط مية حوالين الملعب حتى ما يصير في عنا إصابات في الشد العضلي، وتظل العضلة محافظة على زوجتها والدم يظل محافظ على زوجته. فنقص السوائل من الأسباب اللي ممكن تحصلنا أو توصلنا للشد. الدم لما يصيرش يصل للأطراف، يعني لما إحنا نتيجة التدريب بيصير عنا بتعرف في التدريب بيصير في عنا عمليات كيماوية، هذه العمليات الكيماوية راح ينتج عنها أحماض، هذه الأحماض راح تصير تتراكم في العضلات في النهايات العضلية في التقاء الأعصاب مع العضلات، راح يصير في عنا عدم وصول الأكسجين للعضلة، فالعضلة نتيجة عدم وجود الأكسجين راح يصير في عنا انقباض وتنقبض العضلة وما تفتح. فنتيجة الأحماض والتراكمات اللي هو حامض اللاكتيك اللي بتراكم في العضلة هو سبب مباشر أو هو التفسير الأول أصلاً لحدوث الشد، إنك أنت نتيجة بالأخص التمارين اللي بتعتمد على العمل اللاكتيكي اللي هي اللي بدك فيها سرعة عالية لمسافات قصيرة تصل لحد 200 متر، يعني بزمن تقريباً خلينا نقول حوالي 30 ثانية في أعلى. هذه الأعمال اللي بتكون اعتمادها على حرق السكر بدون وجود أكسجين وينتج عنها حامض اللاكتيك بيصيبها شد عضل نتيجة عدم وجود أو وصول التروية الدموية ووصول الأكسجين للعضلة. أحيانا نتيجة عدم التوافق العضلي العصبي أو التوافق العصبي العضلي بيصير عنا أحيانا بيصير عنا شد ناتج عن إيش؟ ناتج عن إشارات عصبية خاطئة أو تضارب في الإشارات العصبية اللي بتصل للعضلة، وهذا تفسير لحد الآن مش ما حدا يعني قادر يعطي تفسير حقيقي لهذا الإشي، لكن موجود إن في أن بعض الأشياء بيقول لك إن في أن سبب من الأسباب إن بيصير نتيجة إن في أن تضارب في الإشارات العصبية، فممكن يصير في أن شد عضلي ناتج عن هذا الموضوع. نقص كمية البوتاسيوم اللي في الجسم، وهذا طبعا بيجي عن طريق التغذية. إذا احنا تكلمنا من كمية البوتاسيوم اللي بيخذ عن طريق الغذاء والملح، عشان هيك في بعض المدربين بحرصوا انهم يوجدوا فيه سائل او مادة اللاعبين بياخذوها هذه اثناء التمرين واثناء المباريات، بتكون محلية على شكل ايش، على شكل علب، هذه فيها مواد البوتاسيوم مواد الجلوكوز حتى ما يصير فيها نقص في كميات اللي ناخذها للطاقة للجسم. شو الأعراض اللي بتصيبنا لما يصيبنا شد؟ أول إشي بصير في ألم، يعني تجرب الشد العضلي والتشنجات العضلية راح تلاحظ إن في ترافق بترافق هذه الشغلات هو ألم عضلي وألم مفاجئ، ويكون أحيانا قوي جدا هذا الألم نتيجة حدوث وانقباض العضلة اللي صار فيها الشد. نتيجة الشد وانقباض العضلة راح يصير في عنا تورم في هذه المنطقة، بتلاحظ إن العضلة صارت إيش؟ لأنها تجمعت في منطقة المنشأ، راح يصير في عنا تورم في هذه المنطقة وزيادة في حجم العضلة. قد يكون الألم بسيط وقد يكون الألم كبير جدا حسب نوع الشد الموجود معنا، لأن الشد مرات بيكون قوي جدا ومستمر لفترة طويلة، أحيانا بتوصل لمرحلة التمزق. وعشان دكتور أسف على المقاطعة، في بس 5 بنات يمكن أو أكثر مش عارفين يفوتوا على المحاضرة، يمكن أنت لازم تحط موافقة. لا يا بنت الحلال. طيب هكيف نشوف. Stop sharing. طيب هذا ظلمك بدخل الشمام. طيب إذن اتفقنا
إن أنواع الشد، في أن الأعراض اللي تصيبنا ألم مفاجئ في الشد العضلي، وفي أن انتفاخ في المنطقة بالإضافة إنها ألم بسيطة أو شديدة. طيب شو أنواع الشد اللي بتصير عنا؟ في عنا الشد العضلي البسيط والشد العضلي الشديد. الشد العضلي البسيط بيكون في عنا يعني تناغمات في العضلة بحيث أنها ما وصلت لمرحلة الشد، بتلاقي العضلة بتشد وبترخي بشد وبترخي، لكن ما وصلنا لمرحلة الشد اللي هو القوي أو الشد اللي إحنا بنستدعي منه إن نتدخل فيه ونعالجه ونعطيه إسعاف أول. الشد العضلي الشديد وهذا الشد اللي هو بصير في عنا انقباض لكافة العضلات والغلاف العضلية نحو لجهة المنشأ، وهذا الشد مثل ما حكيت أحيانا الرياضيين بالذات اللي بيبذلوا مجهودات عالية في المعسكرات التدريبية شو بصير عنا؟ بصير عنا نتيجة التدريب الصباحي والتدريب المسائي والاشتراك في المنافسات بصير عنا هذول اللاعبين بصير عندهم إرهاق عالي جدا، فبتلاقيه هو بعد ما يخلص تمرين ويروح يرتاح بصيبه شد. يعني احيانا كان يصير ان بعض اللاعبين في المعسكرات التدريبيه نقعد تقريبا نص ساعه واحنا نحاول ان نلغي او نقيم الشد عن اللاعب لانه بقعد بفتره طويله، لان اللاعب بيفقد سواء نتيجه التمرين بالاخص في الفترات اللي بتكون فيها التمرين يعني مناطق حاره، المعسكرات التدريبيه بتكون في مناطق حاره وبتضطر تتدرب في اليوم من 6 ل 8 ساعات بين تدريبات صباحيه وتدريبات في خلال النهار وتدريبات مسائية، فبصير في عندنا نقص حاد في كمية السوائل الموجودة في جسم الإنسان، فممكن يوصل اللاعب ليش للشد العضلي. أول إشي لما يصيبنا شد شو لازم نشتغل؟ أول شغلة لازم أنت تحاول توقف اللاعب عن اللعب، لازم ضروري جدا إذا صابنا شد واللاعب في داخل الملعب أو أنا بكون في مجهود معين لازم أوقف عن اللعب كليا، ونحاول إذا راح ملاحظين في الصورة اللي قدامنا شو قاعدين بيشتغلوا مع اللاعب، الصورة الموجودة هاي اللي مبينة انك تشد العضلة بعكس اتجاهها، يعني اذا العضلة التوأمية هنا في عند العضلة التوأمية اللاعب صاير عنده شد، فشو سوى فيه المدرب؟ شد العضلة بعكس اتجاهها حتى نعمل مخططية للعضلة ونحاول ننشط الدورة الدموية نتيجة هذا العمل نوقف الشد. فاحنا لما العضلة انكمشت وتجمعت في منطقة معينة احنا بنحاول ايش؟ بنحاول نرجعها لمكانها او نبعدها عن المركز تبعها، نعمل مطاطية العضلة اللي هو عن طريق تمرينات الإطالة. يعني إذا بتشوف العضلة باتجاه معين راح تشتغل على الاتجاه المعاكس للعضلة. الخطوة الثانية إذا ما إما في عندنا شد يعني في عندنا نقص في كمية الدم الواصلة للعضلة، يعني الدورة الدموية مش ماشية بالشكل الصحيح، فإحنا نعطي كمادات ساخنة من أجل إيش؟ إن نحاول ننشط الدورة الدموية. وايضا لازم نعمل على ربط هذا المكان، بنحاول نطلع اللاعب بدون ما يستخدم العضله، لان استخدام العضله راح يصير في عندنا ايش؟ في عندنا شد، راح يزيد الشد عند اللاعب. فعشان هيك يعني بالملخص اول شغله لازم نوقف عن اللعب، الشغله الثانيه لازم نطلع هذا اللاعب نشد العضله بعكس اتجاهها ونحاول نعمل مطاطيه للعضله، والشغله الثالثه لازم نحط كمادات بارده ونربط المكان المصاب ونعطي فترة راحة طويلة حتى نشط الدورة الدموية، ونحاول نعطيه سوائل للاعب حتى نشط الدورة الدموية ونعمل مطاطية للعضلة. طيب شو الوقاية من الشد؟ كيف احنا نقدر ما نصلش لمرحلة الشد؟ يعني عادة بنقول احنا مش بحاجة ان نصل لمرحلة الشد، احنا بحاجة ايش؟ ان ما نوصل اللاعب لمرحلة الشد، احنا نوصل لمرحلة ايش؟ انه ما يصير عنده اصابات، لان مهمتي كمدرب او كبني ادم بشتغل مع لاعبين انه ما وصل اللاعبين للشد، ما بدي يصلوا للشد العضلي. اول شغله بما ان كنا نقص السوائل هي سبب من الاسباب، فاحنا لازم نشتغل ان نعوض السوائل سواء قبل التمرين او بعد التمرين او اثناء التمرين. والمقولة اللي كانت تقال سابقا انه اثناء التعب ما تشرب مي، لا هذه مقولة خاطئة، ولازم اللاعب انه يتواصل ويشرب مية حتى في سباقات الماراثون اللي بتستمر لساعة ونص ساعتين. صار من ضمن القوانين انك انت لازم تحط محطات للمية، محطات تكون فيها مية بحيث ان اللاعب في هذه المحطات بوقف عندها او بميل عندها وبيشرب مية وبيكمل نشاطه. فالنشاط الرياضي حتى وانت بتشتغل في التمرين لازم تكون السوائل موجودة، ولازم انك انت تعمل على
ان السوائل دائما تكون موجوده. لاحظوا لاعبين كره قدم اللي بيتابعوا كره قدم اليوم الكزايز المياه بحطوها حول الملعب، واللاعب مجرد ما شاف توقف اللعب على طول بيطلع وبشرب ميه برود يرجع. النقطه الثانيه اللي بتخلينا نوقف او ما نصلش لمرحله الشد اللي هي الاحماء او تسخين العضله. الاحماء في الاحماء الهدف منه رفع درجه حراره الجسم، وتسخين العضله والاحماء لما حكينا عن الاحماء في ماده لما حكينا عن موضوع الاحماء في الوحده التدريبيه قلنا ان الوحده التدريبيه لازم يتخللها في بدايتها احماء، والاحماء الجيد هو يقي من الاصابه ولا يمنع الاصابه. واحنا بناخذ جميع التدابير مثل اكل وتوكل، مش معناها انك توكل روح ارمي حالك، لا، انت اكل وتوكل خذ بالاسباب. يعني البنادم لازم ياخذ بالاسباب، السبل ممكن تقلل من الاصابه وممكن تظل الاصابه موجوده وممكن ما تظل موجوده. فانا بحاول قدر الامكان كمدرب اني اظلني قريب من اللاعبين بحيث اني انا ما اخليهم يوصلوا لمرحله الاصابه. تناول المواد الغذائيه، الغذاء مهم، الغذاء ايش نوع من الاستشفاء، لما تصير الاستشفاء كنا نوع من انواع الاستشفاء هو الغذاء، لان انا بدي اعوض كميه الطاقه ومخازن الطاقه اللي فضت اثناء التمرين، لان البني ادم بيستغل الوقود الموجود في الجسم. وهذا بيرجع لنوع النشاط اللي بيستخدمه، يعني احيانا في لاعبين بنزيدهم 2000 سعر حراري، في لاعبين بنصيدهم 3000 سعر حراري، وهذا بيرجع للمجهود اللي بيكون فيه اللاعب. البني ادم الطبيعي بدأ من 2000 ل 2000 من 2700 ل 2500 سعر حراري، لكن الرياضي وصل 5000 سعر حراري. فانا الرياضي ما بدي كله لا اوقف عن نفسي، لازم اعوض عن الكميات اللي بفقدها نتيجه الجهد البدني. فمن افضل الشغلات اللي ممكن تستخدمها اللي هي تناول الموز، وشوف اللاعبين التنس الارضي باستمرار بيكون موجود اثناء التمرين، كرن هالموز بضل يشرب فيه يوتشن فيه طول المباراه، لا مطعم حدا ولا هو مسوي شيء يعني. فمن الشغلات الثانيه انك انت تهيئ العضله، التمرين بخليك تقي الاصابه. لما انا بقوي الاوتار وبقوي العضلات وبقوي حاله الجسم والعظام نتيجه التمرين بصير فرصه الاصابه اقل. فانا ليش بعطي تمرينات قوه؟ ليش بعطي تمرينات سرعه؟ حتى البني ادم يصير عنده قدره ما يصل لمرحله انه يصل للاصابه نتيجه ايش؟ نتيجه انه في ضعف في العضلات. فعشان هيك المدرب لازم يكون يعرف العضلات اللي بيشتغل فيها اللاعب، شو العضلات اللي بيشتغل فيها اللاعب، شو العضلات اللي بيرتكز عليها، شو العضلات اللي لازم نطور منها باستمرار. هذه العضلات اذا كانت قويه وباداء عالي جدا وتم التركيز عليها بشكل جيد راح نقي الاصابه. فاللاعب لما بده يخلص، لما بدك انت تخليه ما يصيرش الاصابه، لازم يكون معد بدنيا بشكل صحيح. تمارين المرونه اللي بنستخدمها، شو يعني تمارين المرونه؟ هي التمارين اللي بنمط العضله بعكس اتجاه. هذه التمارين بنستخدمها احيانا في الاحماء لمده 10 ل 15 دقيقه. الهدف منها انها تزيد من مطاطيه العضله، كل ما زادت مطاطيه العضله شو بصير؟ بصير في عندنا فرصه الاصابه اقل، لان كل ما قل مساحه اللي بتتحرك فيها العضله، لما تزيد المساحه اللي بتتحرك فيها العضله معناها ممكن ان اصابتها تقل. فاذا انا كانت مساحتها محدوده في الحركه، مجرد ما انا سحبت هذه العضله باتجاه معين راح يصل عندي ايش؟ راح يصل للاصابه. فاحنا من شان نقلل الاصابات بشكل عام تمرينات المرونه مهمه. تمرينات المرونه لازم نبلش فيها من عمر صغير جدا، لان المرونه بتبلش ايش؟ مع الطفل. بتلاحظوا الاولاد الصغار بيكون في العجينه جسمه بيتحرك بسرعه، احنا شوي شوي بس يتسبق في العمر الواحد، اذا ما حافظ على المرونه لازم بصير في عنده ايش؟ بصير في عندك صعب انك انت تخلي البني ادم هذا انه يرجع للمرونه تبعك. عشان لعيبه الجمباز اللي بتلاحظوا عليهم على مستوى العالم اعمارهم صغيره، بيكونوا ابطال على مستوى العالم واعمارهم صغيره، يعني ما بتلاقي ناس بعمر الاربعينات قاعدين بيشتغلوا في الجمباز، لكن بتلاقيهم 9 10 12 15 16 سنه، لكن بنبلش معهم من عمر صغير حتى نحافظ على المرونه تبعتهم. ايضا مهم جدا انه نعرف قدراتنا وامكانياتنا، يعني ما ادخل على مجهود اعلى من مستواي، ما ادخل على مجهود انا مش كده. احيانا العمر له دور، احيانا اللياقه البدنيه لها دور، احيانا امكانياتك كلاعب لها دور. فانت اذا بلشت تشتغل في مجهودات اعلى من قدراتك اعرف انك راح تصل للاصابه. فاحنا حتى ما نصلش للاصابه احنا بنشتغل ضمن الامكانيات المتوفره
عندنا إمكانياتنا البدنية، قديش إمكانياتي أنا، قديش قدراتي البدنية أنا، بشتغل ضمن قدراتي المتوفرة بين أيدي. أيضا مهم جدا إذا بدنا تشيل لما أخذنا في البداية التدريب كلنا التدرج في زيادة الحمل. إحنا لما بدنا البني آدم التعامل مع عضلات، التعامل مع إنسان، إنسان لازم تبلش معاه درجة درجة. إذا أنت بلشت مباشرة مثلا في الامتحانات أجل كل يوم بتاخذوا 5 امتحانات في 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 يوم واحد حيكون صعب علينا، بس إذا قسمنا هذول 5 امتحانات على أيام راح يكون أسهل، إذا قسمناها على أيام متباعدة راح يكون أسهل وأسهل. والتمرين بنفس الطريقة، إذا أنت أخذت التمرين مرة واحدة وأخذت مجهودات عالية مرة واحدة ورفعت الشدة بشكل عالي مرة واحدة أنت راح تصل للإصابة. فأنا حتى ما أصل للإصابة لازم أكون إيش؟ لازم أكون بالتمرين بشكل متدرج، أرفع الشدة بشكل متدرج بحيث أنها تكون تتناسب مع إمكانيات وقدرات البني آدم اللي أنا بتعامل معه أو اللاعب أو حتى لو أنا بشتغل لحالي. أيضا أحيانا إحنا بنغلط في أيامنا العادية إن بتكون طريقتنا في التعامل في حمل الأشياء إنك تشيل الإشي بشكل خاطئ، بالأخص في حياتنا العملية أو مش بس في الرياضة، إنك أنت تكون بحركة حمل إشي عن الأرض أو الجلسات الخاطئة، هذا ممكن توصلنا للشد. وأغلب الشد اللي بصير في منطقة الساق بالنسبة للبنات هو ناتج عن ممارسات خاطئة في لبس الكعب العالي مثلا اللي بيساوي شد عضلي في منطقة في العضلة التوأمية، نتيجة إن البني آدم البنت اللي بتلبس هذا الشعب نتيجة إنك أنت دفعت محور فكر الجسم للأمام، فبصير مقاومة من هذه المنطقة اللي أسفل الظهر، المنطقة أسفل الساق اللي أنت تحاول تعويض خروج فكر الجسم عن مكانه، فبصير في حالة شدات وبتلاحظ بصير في عندهم آلام البنات بالذات، بصير عندهم مشاكل أسفل الظهر في العضلات، وبصير عندهم مشاكل في عضلة توأمية أسفل الساق نتيجة إيش؟ نتيجة لبس الكعب العالي اللي بيؤدي إن مركز ثقل الجسم بخرج من مكانه، فبصير في عنا عضلات تعويضية. هالعضلات التعويضية بدها تشتغل على تعويض الإشي اللي راح، أو فبصير مجهود عالي عليها ممكن تصل لمرحلة الشد أو التمزق. التمزق العضلي طبعاً التمزق العضلي هو النوع الثاني من الإصابات، وهذا التمزق العضلي يعني مش سهل إنه يصير لكن بصير موجود عند اللاعبين وبصل لدرجات مختلفة. التمزق العضلي في اللغة اللي هو قطع، لما نقول تمزق يعني انقطع، إشي انقطع، التمزق تمزق أي شيء لما تبزع الإشي معناها انقطع. في الرياضة شو يعني تمزق عضلي؟ إنه يصير في عنا عدد من الغلاف العضلية سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي أو حتى الغلاف الخارجي إنه يصير فيها قطع أو تهتك لهذه الأوتار. فإذا صار في عندي خلل، صار في عندي مزع في أحد مجموعة من الغلاف العضلية، احنا بنصل لمرحلة اللي هو التمزق العضلي. طب ليش بصير عندنا التمزق العضلي؟ شو الأسباب اللي ممكن توصلنا للتمزق العضلي؟ المجهودات العضلية العالية. إذا احنا بنكون في مجهود عالي جدا فوق إمكانياتنا، ونكون هذا الحمل زائد عن طاقتنا، وأنا مثلا عندي قدرة أشيل 50 كيلو، مع بطارحة شلت 80 كيلو 100 كيلو، طب انا ما بقدر، شو راح يصير؟ راح تنتج عندي تمزق. اغلب الناس اللي بصير عندها تمزقات في الحياه العاديه انهم بحاولوا انهم يشيلوا او انهم يعملوا مجهودات اعلى من قدراتهم، في هذه الحاله بصير في عندنا تمزق. اذا كان في عندنا عمل عضلي فوق قدرات اللاعب او فوق قدراتي الامكانيات، كلفه مطاطيه العضله، واحنا عشان قبل شوي ان انا العضله تتحرش بهذا الاتجاه بهذه الامكانيات. اذا انا سحبت العضله بمقدار اعلى، وقد يكون غصبا عن اللاعب، يعني مش بالضروره يكون بامكانيات لاعب، يعني احنا في كلاعب لما احيانا كلاعب الكره الطائره بنسحب ايده تنهاجم، في حال ما سحبت العضله لمدى اوسع من المدى اللي ممكن تمشي فيه العضله راح يصير في عندي تمزق. او انا وانا في الدار قاعد بشتغل في شغل معين بدي اسحب ايش من منطقه عاليه، اذا انا سحبت ايدي بشكل عالي راح الاقي ان العضله الصدريه او عضله الكتف راح توصل مرحله فيها ممكن يصير فيها تمزق نتيجه ايش؟ نتيجه ان انا بكون في مجهود عالي. الشد العضلي اللي هو العضله الاصابه السابقه اللي حكينا عنها، الشد العضلي نفسه ما بخوف، ليش؟ الشد العضلي راح يروح، لكن اذا استمر الشد العضلي لفتره طويله ممكن نصل لمرحله من ايش؟
من التمزق العضلي. الشد العضلي وكنا الانقباض العالي اللي بصير في الشد العضلي وانكماشها إذا استمر وكانت العضلة مش قوية والشد كان أقوى من العضلة ممكن نصل للتمزق. فالشد لازم يتعالج، وحالياً بعالجوه بطريقة جديدة بحيث بحلوه في نفس اللحظة باستخدام إبر، بحيث هالإبر بوجهوها على المناطق اللي فيها تمزق منشان إيش؟ منشان ينشطوا الدورة الدموية ويخلصوا الأحماض المتراكمة في العضلة، وبصير في عنا علاج لها بشكل سريع حاليا. يعني لأن اللاعبين تعرفوا إن إحنا في صراع، إن اللاعبين بالملايين، اللاعبين بمبالغ، اللاعب كان أخذ ملايين في الأشهر في الشهر، اللاعب حكى 220 مليون، فأنا هذا اللاعب بستفيد منه. ففي صراع إن إحنا نكتشف أحسن الطرق إن نقلل فرص الإصابة، حتى لو صار الإصابة تشيف من نرجع هذا اللاعب بأسرع وقت ممكن. الاستعمال الخاطئ للعضلة في اتجاه غير طبيعي، يعني أنا العضلة اتجاهها إنها ترفع ليش بهذا الشكل، إذا أنا استخدمت العضلة باتجاه غير الاتجاه اللي لازم تشتغل فيه أكيد راح يصير فيها أن هذه العضلة بتقبض، لكن إذا اشتغلت فيها بطريقة ثانية للجهة الأخرى فصراحة يصير فيها أن زيادة مطاطية العضلة، زيادة سحب العضلة، راح يصير فيها أن تمزق للعضلة لأن اشتغلت في العضلة باتجاه غير الاتجاه اللي هي لازم تكون فيه. في الاتجاه العضلي ربنا خلقه بطريقه معينه لازم تمشي العضله، عشان المدربين لازم ياخذوا ماده بسموها التشريح في التدريب الرياضي او التشريح الوظيفي للعضلات ولباقي اجزاء الجسم، عشان المدرب بيتعامل مع عضلات ولازم يعرف التمرين اتجاهه وين رايح، مش مجرد انا بعطي تمرين وسلامات، لا التمرين لازم اعرف لما انا بعطي تمرين اتجاهه لوين بودي وشو الفائده من هذا التمرين، وليش انا بستخدم هذا العضله وليش بستخدمش هذا العضله. لما انا بدي اطور عضله معينه لازم اعطي تمرينات معينه تعمل بالاتجاه العضلي الخاص بالعضله. اجهاد العضله بشكل عالي نعطي مجهود مفاجئ، ان انا احمل عضله احمل اشياء غير عن طاقتي، اذا انا كنت مجهودات عاليه هذه المجهودات العاليه قد تؤدي الى اصابتي بتمزق. مهم جدا، في عنصر مهم جدا 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 في التدريب الرياضي، واغلب الرياضات بتعتمد على هذا العنصر اللي هو عنصر التوافق العضلي العصبي او التوافق العصبي العضلي، لان بيعتبروا العصب قبل العضل بيجي. التوافق العصبي العضلي ان انا اقدر اشتغل من اكثر من عمل او اكثر اشغل اكثر من عضله واشغل مجموعه من الحواس في نفس الوقت. لنفترض ان هذا اللاعب ما عنده القدره انه يشغل هذه العضله بطريقة سلسة ومتجانسة وتكون بطريقة جميلة ورشيقة، رح نصل لأن التمرينات سريعة، التمرينات اللي بدك تكون فيها أثناء المجهود البدني أثناء المهارات البدنية رح تكون هذه المهارات سريعة. فإذا كان فيش عندك تجانس بين العضلات في العمل وفيش عندي توافق عضلي عصبي أو عصب عضلي، رح نصل لمرحلة من التمزق ورح يصير في عندنا إشكالية في هذا الموضوع. الأعراض، شو الأعراض اللي بتصيب الشخص اللي بصير عنده تمزق عضلي؟ أول إشي يصير في عندي ألم في مكان الإصابة، وهنا لازم نركز شو يعني ألم، يعني موضعي. هذا لما واحد بصيبه شد، واحد بقول لك رجلي بدها تتمزق وكأنها يعني ما يتمزق، شو بدي أعرف إنه ما يشد ولا ما يتمزق؟ التمزق لما أنت تيجي تضغط على الجزء المصاب، لنفترض بهذه المنطقة المصابة في واحد يقول لك هانا في عندي ألم، فأنت إذا ضغطت على المكان في ألم موضعي في نفس النقطة اللي أنت بتضغط عليها في نفس المنطقة، لكن في الشد بيكون الألم موزع على جميع العضلة مش في منطقة معينة محصور. فبنميز بين الشد وبين التمزق بحيث إن الشد بيكون عن طريق إيش؟ عن طريق إن الألم بيكون في منطقة معينة ويكون على شكل إيش؟ وكأن أبر أو إبرة تنخص في داخل العضلة، وكأن إبرة تمزع في العضلة، هذا تمزق، أو في أنه وكأن سكين قاعدة بتقطع في العضلة. فالألم اللي بيرافق التمزق بيكون ألم موضعي وألم عالي جدا. بيكون في أنه بصير أيضا نتيجة التمزق، بالأخص التمزق اللي بيكون درجات عالية، إذا ضغطت في المنطقة بصير إيش؟ بصير في عندي منطقة فراغ. نتيجة إيش؟ نتيجة التهتك اللي صار في الأربطة في الأوتار في الأرياف العضلية، فهذا التمزق اللي في الأوتار العضلية ترك إيش؟ ترك فراغ في داخل العضلة. نتيجة التمزق أيضا بصير في عندنا تورم في الجلد،
لون احمرار. طب ليش صار التورم؟ صار اللي في عندنا مزح، يعني المزح صار في عندنا تدفق للدم. هذا التدفق اللي في الدم سوى عندنا ايش؟ بيسوي عندنا ورم في داخل في المنطقه اللي صار فيها التمزق العضلي. هاي لاحظ في الصوره الموجوده تورم في هذه المنطقه نتيجه ايش؟ نتيجه تمزق. لكن هذا التورم مش تمزق عضلي، هذا التمزق بيكون في ايش؟ في الاربطه اللي موجوده في منطقه الكاحل. فنتيجه التدفق او تمزق العضله بصير في عندنا تغير في لون الجلد، بصير لونها احمر، وبصير في عندنا تورم نتيجه ايش؟ نتيجه تجمع الدم او السوائل المحيطه في المفصل. اذا كان مفصلها السوائل الموجوده في المفصل تطلع من مكانها. ايضا اللاعب نتيجه تمزق، لما تعرف احنا الاله اللي بتحركنا هي العضله، فلما يصير في عندنا تمزق معناها فقدت العضله نعمتها وفقدت طريقتها في الشغل، فبصير في عندنا نوع من انواع فقدان الحركه بحيث ان ما بنقدر نتحرك بالشكل الصحيح. في عندنا عده درجات للتمزق. في ناس بقول لك الشد الزائد هو موصل لمرحله تمزق او تمزق خلينا نقول اولي، وفي عندنا نوع التمزق من الدرجه الثانيه او الجزئي، او التمزق من الدرجه الثالثه او الكلي. التمزق الاول او الشد الزائد خلينا نقول اللي هي اللي هو النوع الاول من التمزق او التمزق من الدرجه الاولى، بصير في عندنا شد زائد، فبصير في عندنا تمزق في المنطقه الخارجيه للعضله. تعرف ان العضله مجموعه من الالياف، والالياف مجموعه من الالياف مكونه من الغلافات، هذه بتشكل حزم. الحزم بحيط فيها غلاف، والحزم لما تلتقي مع بعضها من شان تشكل عضله بحيط فيها غلاف اخر من الخارج تسكر عليها. هذه العضله لما يصير فيها تمزق في المنطقه الخارجيه بنسميه الشد الزائد، او اللي هو التمزق من الدرجه الاولى. هذا بصير في عندنا حساسيه، وبصير في عندنا يعني الم بسيط في المنطقه، موضعي في المنطقه اللي بيكون فيها الاصابه. مش راح يصير في عندنا يعني نوع عالي من الدم، ممكن يصير فيها احمرار بسيط، بيفقد شوي جزء من الحركه، لكن اللاعب بيقدر يكمل التمرين نتيجه هذه الاصابه. علاج الاصابات بشكل عام، اصابات التمزق جميعها لازم تستخدم معها الثلج، او في سبري بسموه اللي هو ايس، بيكون على شكل مفرز، هذا على طول لازم تحط عليها ايش؟ الثلج، ما تحط عليها ميه سخنه لانها بتزيد من التمزق. التمزق من النوع الثاني، التمزق الجزئي، هي بيكون في عندنا قطع جزئي في بعض الالياف، ما بنصل لمرحله انه يصير في عندنا تهتك كامل في العضله. العلامات اللي بتصير عندنا بتصير تفقد من قدرتك على الحركه نتيجه ان احنا صار في عندنا تمزق في بعض الالياف العضليه اللي هي اللي بتساعدنا في الحركه، فبصير في عندنا عدم قدره على الحركه بالشكل الصحيح. طبعا راح يرافق هذا الشيء الم شديد نتيجه ايش؟ نتيجه في عندنا تهتك في الاربطه، وصار في عندنا تمزق في هذه الاربطه، فراح يصير في عندنا يعني الم حاد في منطقه اللي بيكون فيها الاصابه. هنا راح نصل لمرحله انه يصير في عندنا ورم في المنطقة نتيجة تدفق الدم، لأنه صار في عندنا تمزق، فراح يصير في عندنا ايش؟ راح يصير في عندنا احمرار بالإضافة لورم، وهنا لازم الورم هذا ممكن يستمر لمدة 48 ساعة، بكون في البداية أحمر، وبعدين بصير يتحول على لون بشكل لون أزرق. يعني ما بخوف إنه والله صارت مكان الإصابة زرقاء، زرقاء نتيجة إن الدم كان أحمر وتحول للون ثاني داخل العضلة. التمزق الكلي هنا بصير في عندي قطع كامل في العضله، بحيث ان العضله بتروح من مكان لمكان، يعني العضله الموجوده هنا عضله الترايسبس بتنتقل تنزع من منطقتها بتنتقل جميعها في هذه المنطقه. هون بصير في عندي الم حاد، فقدان للحركه كلي، اكيد راح يصير في عندي فقدان للحركه، راح يصير في عندي فراغ كامل في المنطقه نتيجه ايش؟ نتيجه تمزق بعض المناطق الكليه سواء حزم او العضله جميعها، وبصير في عندي احمرار بشكل عالي، وهنا لازم يتدخل الطب الجراحي ولازم نوقع المستشفى. يفضل ان نكون بعمليه الاسعاف الاولي خلال 6 ساعات من شان ايش؟ من شان ان نكون بعمليه ارجاع الاوتار لمكانها في لحظه في اقرب فتره ممكن. طبعا ممنوع اللاعب في اصابات التمزق انه يمارس اي نشاط رياضي، لكن ممكن نعطيه تمارين
تمارين جهود تساعد العضلة إنها تظل تشتغل، لكن مش بمجهود بدني. لازم تستخدم كمادات الثلج، كل ربع ساعة إنك تحط كمادات ثلج لحتى توقف النزيف وتقلل من مستوى التمزق اللي صار، لأن هذا التمزق يعني إشي خطير مش إشي سهل. لازم تربط العضلة وتمنعها من الحركة. هذه الأمور جميعها إنك أنت ما تستخدم العضو المصاب ضروري جدا، حتى إحنا لما نصاب الملاعب لازم يكون ناس بحملة وإخراجها لخارج الملعب. الإصابات اللي بتكون عالية جدا لازم يتدخل فيها الطب الجراحي. هذا موضوع الأول اللي حكينا فيه اليوم. بدنا نكمل في موضوع ثاني إذا فيش انتمانع. إذا في انتمانع منكملش، مش قصة يعني. ممكن في انتمانع نكمل ولا؟ سامعيني؟ لا دكتور كمل كمل. جد؟ مزكتوش يعني؟ لا بتسهقش منك. جد؟ طيب ماشي. في عنا موضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه اليوم اللي هو موضوع العصر، اللي هي الأمراض اللي بتصيبنا نتيجة العصر اللي احنا عايشين فيه. العصر اللي احنا عايشين فيه عصر الأمراض وعصر كلت الحركة، عصر يعني قد ما هو حلو قد ما هو سيء في نفس الوقت، لأن حرام الشغلات تشتير يعني. فالعصر الحالي عصر التقدم والتطور التكنولوجي نقدر نسميه عصر نعمة ونقمة. طب ليش بنسميه نعمة؟ لأن بصراحة يعني البني آدم تسهل عليه شغلات كثيرة، صرنا نقدر نصنع شغلات ببساطة، صرنا نقدر نوصل لكل العالم واحنا كاردين في جوا الدار، صرنا نعطي محاضرات على الانترنت بدون ما نصل الجامعة. فهو نعمة إن فعلا قدم لنا أشياء تسهلت في حياتنا، فصار في عنا أشياء إحنا نستفيد منها في حياتنا بحيث إنه سهل علينا نقطع مسافات، سهل علينا. البني آدم زمان لما كان بده يروح على تكمل رسالة ماجستير ويجيب مراجع لازم يلف العالم، اليوم أنت قاعد في الطريق تدخل على مكتبات الجامعات وتقدر تطلب مراجع اللي بدك إياها بدون ما تصل. لكن في نفس الوقت هذا العصر نقمة. نقمة ليش؟ نقمة لأن هذا العصر يعني سلب منا إيش مهم اللي هو الحركة. وإذا بدنا نسمي هذا العصر بنقدر نسميه عصر الكرسي أو عصر كبسة الزر أو عصر قلة الحركة، أو يعني نقدر نسميه شو بسمناه، لأنه أصبح فعلا عصر الإنسان بظل قاعد مطرحة ما بتحرش بشكل. والناس اليوم بيعانوا من مشكلة اسمها الخمول، حتى في ناس بيطلقوا على الكرسي لأن الناس أغلب وقتها قاعد على الكرسي. وحسبوا للناس كديش بيقعد على الكرسي في اليوم، لكن معدل الناس من 12 ل 14 ساعة في اليوم بيقعدوا على الكرسي، يعني معدل مجهودنا يكاد يكون صفر. حتى في دراسة عملوها على لاعبين في جدة، لاعبين محترفين في دوري في السعودية، يشوفوا مستوى الخمول، لأن بيعتبروا البني آدم اللي بيقعد أكثر من 8 ساعات يوميا على الكرسي هو عبارة عن إنسان خامل.